اهلا بيكم من جديد مع انا والطبيب. شهر الجمال وخلاص فاضل، يعني مش عايزه اقول اسابيع لان اقل من اسابيع كتيره قوي هندخل على السنه الجديده. ودايما زي ما انا بقول في اللحظات الحلوه دي كلنا عايزين يكون شكلنا حلو، وكلنا عندنا مناسبات، في كتير قوي عرايس بيتفرجوا علينا عايزين يعني يدخلوا بقى على الايام الجديده والسنه الجديده بشكل حلو جديد. مين معانا بقى النهارده؟ دكتوره من اهم الدكاتره وأميازهم في التجميل، وهي السندريلا. بيسموها السندريلا من كتر ما هي بتخلينا بالظبط يعني كلنا كده ملكات، كلنا كده مميزين. دكتوره هبه عادل ليها بصمه حلوه قوي في التجميل، خصوصا انها مميزه قوي ان هي بتشتغل من غير ما حد ياخد باله، يعني تلاقي وشك حلو وجميل وانت مش عارفه انت عامله ايه. مش لازم بقى معاها نعمل فيلر ومش لازم نعمل بوتوكس، لا احنا بنعمل نضاره. ايه الجديد معاها؟ حاجات كتيره قوي انا بسمعها مختلفه، يعني مش لازم اللي بيروح لها عايز يعمل فيلر هيعمل فيلر، او اللي عايز يعمل، لا هي لازم تشوف وشك، تشوف ايه اللي محتاجاه. ممكن تكون اصلا انت مش محتاجه لده كله ومحتاجه لحاجه بسيطه جدا، والعكس صحيح. هي عشان كده مميزه قوي. مراكز صبايا يا جماعه عامله ضجه كبيره جدا الفتره دي في العروض، وبمناسبه الكريسماس وبمناسبه السنه الجديده اللي داخله علينا، وبتقف كتير قوي جنب عرايس لما تبقى عايزه تنقذهم كده في وقت قليل قوي، تروحي لها هي هتنقذك، هتعمل لك كل حاجه تخليكي زي القمر. ايه رايكم النهارده نعرف ازاي اخلي وشي بيلمع، وشي نضر، اصحى من النوم ما بقاش في وشي نقطه ميك اب بس ابقى زي القمر، وشي مشدود؟ طب ازاي؟ طب فيلر؟ طب بوتوكس؟ لا في حاجه جديده. ايه بقى الجديد؟ هنعرفه منها النهارده. خلينا نرحب بدكتوره هبه عادل استشاري الجلديه والتجميل والليزر وصاحبه ومديره عيادات صبايا، وطبعا معانا حاله كمان رانيا. احنا بنرحب بيكم واهلا بيك. اهلا يا ميري. يعني اختي وصاحبتي والعمر كله، يعني من زمان قوي وانت بتظهري معايا، وكان اوحش حاجه الفتره اللي فاتت ان انت مش موجوده معانا. حبيبتي يا ميري، بس ان شاء الله تنوري الشاشه تاني. كان عندي ضغط شغل شويه. اولا انت وحشتيني جدا جدا، وانت كمان جدا جدا جدا. يعني الناس مسمياكي سندريلا التجميل، وده مش من قليل. هي كتكوته كده واموره وزغنتوته، ولو قربتوا منها ما شاء الله مفيش تجاعيد، مفيش اي حاجه باينه في اي حاجه، وزي القمر. اكيد دكتوره شاطره حبيبتي، يعني زي ما بيقولوا ايه، العينه باينه، صح كده؟ صح كده. طيب قول لنا بقى يا دكتور، بعيد عن الفيلر وبعيد عن البوتوكس، النهارده احنا خصصنا الفقره للنضاره، لان ده الموضه، ده ترند، ان انا اكون وشي حلو. ما بقناش عايزين نحط ميك اب كتير، يعني احنا حاطين عشان البرنامج، لكن في العادي احنا انا ببقى عايزه انزل من بيتي كده مفيش غير تنت هنا، وزي ما بيقولوا كده الموضه وخلاص. ايه بتعملي ايه بقى في الوش تخليه طبيعي كده حلو؟ بصي يا ميري، احنا انت عارفه ان احنا متعودين كل فتره بنطلع بالجديد، يعني مش بنحب نتكلم اي كلام وخلاص. زمان قلت لكم من فترات وحلقات كتيره ان احنا هنرجع للطبيعه، فاكره الكومنت بتاعي دوت؟ قلت لك لا، احنا مش هنحتاج بعد كده ان احنا نكبر حاجات غريبه ونعمل شكل غريب، هنحتاج تاتشات بسيطه قوي تظهر الجمال. عشان كده كنت انا مميزه بالحته دي، اللي هو احنا مش بنغير، احنا بنعدل حاجه معينه، حاجات تأثر عليها الزمن، حاجات احنا اتولدنا بيها، حاجات في مشكله عندي انا مش حباها قوي فعايزه اعدلها شويه، انما ما بغيرش، يعني ما بغيرش شكل، ما بغيرش شكل شفايف. ما انا اصلا يعني انا ضد من زمان، ودلوقتي بقى الترند ان احنا نعمل ايه، نرجع للطبيعه تاني. النضاره عنصر مهم قوي في شغلي، بما اني دكتور الجلديه ودايما بقعد استريس على النقطه دي. مهم قوي عندي الجلد، احافظ عليه ازاي، اراعيه ازاي، اخليه احلى ازاي. فمن هنا بدات قصه النضاره. انا شخصيا كل البيشنت بتوعي اللي دايما متابعيني عارفين ان انا مش بظهر بميك اب اصلا، يعني انا حتى في شغلي كل اللي انت عايزاها توصلي له عن طريق الحفاظ على السكين او على الجلد بتاعي. تحافظي ازاي؟ الجديد بقى النضاره، الانواع النضاره دي كانت كتير زمان. حقن النضاره بقى. بصي يا ميري، هي مش شرط حقن، الدكتور اللي بيختار الطريقه الامثل ليكي عشان اوصلك لنضاره كويسه، يعني ايه؟ مش كل الناس اقدر اوصلها لنضاره بنفس التكنيك او بنفس الطريقه. في ناس اقدر لازم اقول لهم الجلد بتاعكم الكواليتي بتاعته مش حلوه، لازم اقشره، لازم اشتغل عليه الاول قبل ما احقن اي حقن او احط اي فيتامين عشان اشوف نتائج. فمهم جدا ان انا اشتغل اقيم البيشنت صح،
واختار التكنيك الصح. طيب قولي لنا بقى احنا هنعمل ايه مع رانيا؟ رانيا انت ليه اخترتي لها ان احنا نعمل لها حقنه النضاره الاسباني، وليه ما اخترتيش نعمل فيلر او بوتوكس او المتعارف عنه؟ بصي احنا ان شاء الله رانيا هتبقى معانا في كذا سيشن. رانيا ماي اسيستنت اصلا عشان اعرف الناس بيها. اوكي. هي الفكره كلها ان احنا هنعمل ايه. انا عايزه ابدا لكم بحاجه ترندي وموافقه مع الفتره اللي احنا هنخش فيها. يعني انا دلوقتي الكريسماس جاي، هل منطقي لو جيتي لي قلتي لي يا دكتور انا عايزه نضاره عشان الايفنت ده، هقول لك لا معلش تعالي عشان هنعمل تقشير عشان جلدك، فاحنا عايزين حاجه مفيش سريعه وقت. مفيش وقت. فايه اللي بنقدر نعمله في الحاله دي؟ احنا عندنا انواع من انواع النضاره، كتير انواع كتيره قوي. اقدر احقن النضاره عن طريق البلازما اللي انت عارفاها اللي اتكلمت معاكي فيها كتير، دلوقتي طلع منها انواع يا ميري. يعني انت عارفه بقى لي فتره انا بعيده عن الشاشه، طلع منها انواع. مش فاضيه لنا بقى ما شاء الله، يعني شغل غصب شغل عنك ما شاء الله، دي حاجه تفرحنا طبعا. ربنا يخليك يا ميري. فهي الفكره كلها دلوقتي بقى في انواع للانواع النضاره، في نضاره ايطالي، في امريكي، في الكت اللي بنستخدمها كتير قوي، في خيوط نضاره هطلع لكم بيها حلقه ان شاء الله. ان شاء الله. في النضاره الجديده قوي البوستر، السكين بوستر. سكين بوستر كانت مكسره الدنيا من فتره. جميله، بتحتاج مني اعمل سيشن وبعد 3 شهور اعمل سيشن. الجديد بقى في السكين بوستر كانت عباره عن نان كروس لينكد هيلورونيك اسيد، هيلورونيك اسيد بس مخفف. فمنه بيدي نضاره وفي نفس الوقت بيدي ترطيب للجلد. الجديد الحقنه النضاره الاسبانيه اللي انا حابه اتكلم معاكي عليها النهارده، اللي احنا هنحقنها النهارده. هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن نان كروس لينكد هيلورونيك اسيد، ضافوا عليها امينو اسيدز كتير قوي. من خلال شغلي الحقنه دي بتعمل حاجه اسمها ريفيل، يعني بتملى شويه وبتعمل استيميوليت للكولاجين، على اساس ان انا بقى دلوقتي في ناس تقول لي طب انا عملتها استفدت ايه؟ وقتي بس يا دكتور؟ لا مش وقتي. انا حفزت الكولاجين والالاستين تحت الجلد. يعني هي بتبني الكولاجين وبتشد البشره. بالزبط. وبتعمل نضاره. وقلت لي بتعمل جلوينج، لمعان. بالظبط. واحمر يعني ده. لا احنا نتفرج. طيب احنا لان قبل ما وقتنا يعني يسرقنا، خلينا نتكلم معاكي واحنا بنتفرج وانت بتحقني يا دكتور. نبتدي؟ طيب يلا بينا نبتدي. طيب قولي لنا بقى رانيا، انت هتكوني معانا فقرات تانية خلاص كده، يعني احنا هناخد وش رانيا كده. طيب الاول انا بحب دايما ان احنا نبتدي نلف وشك كده شويه عشان تكون وشك معانا على الشاشه. نشوف وش رانيا يا جماعه، اللي وشها قريب من وش رانيا او اللي فيه شويه تفاصيل كده، نشوف احنا ممكن نعمل ايه. لا انت ما تبصيش على الشاشه يا رانيا، انت بصي كده شويه. يعني لفي كده شويه. ايوه. بس احنا النهارده هنعمل لرانيا حقنه ايه دكتور؟ النضاره الاسبانيه. النضاره الاسبانيه. رانيا بصوا بقى، رانيا بتشوفها كتير قوي ونفسها فيها. فانا قلت خلاص اختار رانيا الموديل بتاعتي. ده انت اكيد حبيتيني يا رانيا صح كده؟ عشان انت جايه فقلت لها يلا خديني بقى معاكي النهارده. حقنه النضاره الاسبانيه زي ما قلت لكم كده اسمها الار ار اس هايفيل. اوكي. الفكره كلها انها مميزه عن السكين بوستر. عشان برضو في ناس مش فاهمه ايه الفرق بينهم. يعني دكتور هو ده السكين بوستر؟ طب هو ده هي بس نتكلم عربي شويه معلش. ما هو السكين بوستر ما هو انا بس عايزه اوضحه لهم، لان في ربات منزل الكتير قوي بيبقى محتاجين ان هم ولا يعملوا فيلر ولا الكلام ده، عايزين بقى حقنه تكون قدام جوزها كده اموره وحلوه من غير ميك اب ومن غير ما يعرف. عشان برضو في قصه تقولي من غير الجوز. ما يعرف دي روحي وتعالي ومفيش اي حاجه هتبان. بالظبط. دكتوره شاطره ويعني مكان الحقنه اصلا ما بتبانش عندها خالص. كمان موضوع سهل يا بنات. الفكره كلها ان انا التكنيك الحقن مهم جدا، وهي مش بتضحك عليه، هي كل الموضوع ان هي بترجع اللي الزمن خده منك. يعني الزمن خد مننا كتير قوي يا جماعه، فاحنا بنرجع الكلام ده. هي دي الفكره كلها. احنا بنعمل ايه؟ بنعمل زي ما قلت لكم كده سنه ليفتنج على شويه نضاره. سنه شد، هي قصدها شد. هترجم انا. طيب ماشي. جزء من اجزاء الشد نضارة. على نضاره. على في نفس التوقيت حفاظ وتحفيز للكولاجين. حلو قوي. يعني انا بعالج، انا عشان بس ما حدش يقول ان انا حطيت الحقنه دي وما استفدتش. لا هتستفيدي جدا جدا. هتظهر امتى بقى؟ يعني اكيد في وقتها. واحنا وقتي بتظهر وبتبتدي تشتغل كامله بعد شهر. بعد شهر على اساس انها تبتدي تحفز الكولاجين، تبني كولاجين يا جماعه. يعني انت لو فقدتي كولاجين في وشك اللي هو اصلا يعني تحت الجلد اللي هو مخلي وشنا مشدود وكده، لو انت فقدتيه هي هتبني لك الكولاجين من جديد. الحقنه دي يا ميري عايزه بس اقول حاجتين، ان انا اقدر احقنها بكذا تكنيك.
اوكي. التكنيك يفرق معايا، لو حد مش عايز شكشكه كتير في الجلد عشان هي رايحه بكره مناسبه او رايحه بكره ايفنت، ببتدي اشتغل بالكانولا فانينج تكنيك، يعني طريق كانولا كده وبشتغل تحت الجلد. بس انا النهارده هشتغل لكم بالتكنيك اللي انا بحبه. هو انت ما شاء الله حتى مكان الحقنه ما بيبانش، انا شفتها، احنا حقنا كتير على الهواء في مكان تاني في قناه تانيه، بس ايه اول مره تنورني، فانا والطبيب يا جماعه، وانا مبسوطه جدا ان هي رجعت لنا تاني. حبيبتي يا ميري، الموضوع سهل ما فيهوش اي الم. هي حاطه بنج بقالك قد ايه، ربع ساعه ولا نص ساعه؟ ناس كتير بتشوف السن بتقلق، انا مش عايزه حد يقلق، الموضوع سهل خالص. لا احنا هنشوف اهو، بس احنا نبتدي عشان ما يضحكيش علينا وما نشوفش النتيجه بسرعه. يلا عشان الوقت. كمان يا جماعه معانا صور قبل وبعد للدكتوره هبه عادل، سندريلا التجميل، هنشوفها معانا على الشاشه دلوقتي. هنشوف يعني ايه الجمال بقى، ان انت تبقي طبيعيه، ان انت تكوني جميله من غير ما حد ياخد باله. ده يعني المهم، ده المهم ده جدا. ده مثلا اكيد بوتوكس اللي معانا على الشاشه، اللي على الشاشه بوتوكس طبعا. البوتوكس عشان برضو ستيل في ناس مش عارفه الفرق، البوتوكس ده بروتين بيرخي التجاعيد، يعني بيشيل تجاعيد. يعني انا عجبني لفظ من بيشنت عندي، قالت لي ايه، كانت بتفهم واحده صاحبتها، بتقول لها ليه انا ما اعملش فيلر فوق؟ قالت لها لا، البوتوكس هو اللي بيتعمل فوق عشان يشيل التجاعيد، والفيلر اللي بيملى تحت. انت طبعا هو انا شغاله زي ما انتم شايفين، مفيش نقطه دم. انا خدت بالي من حاجه، انت مفيش اي حاجه، سنتي برافو عليكي، عشان هو ده بيتحقن، انت بتوزعي بقى على الوش كله. بالظبط بالظبط. هتعملها لي امتى؟ هعملها لك على طول. انا غيرت من حالا، من دلوقتي حالا. دلوقتي يا ميري نطلع على العياده ونعملها. جميله جدا، جميله جدا الطريقه دي. بتوضح ان احنا بنحقن ان كل الوش هيتشبع بالحقن بالماده. طيب احنا معانا صوره تانية يا جماعه، هي دي برضه بوتوكس، بس اللي هي ال 111 بالظبط، تجاعيد ال 111 مش عايزين نسيبها للناس اللي بتسيبها على اساس ما تعمليش مشكله بعد كده، انها تعمل لي خط ستاتيك زي ما قلت لك لميري زمان. شفتوا انا بترجم لها اهو، هي ستاندرد وانا قلت ايه. خط طيب. ثابت. الخطوط الثابته يا جماعه بتبقى مزعجه جدا، لان خلاص من غير اي تعبير وشك بيبان فيه الخطوط، يعني حقيقي. بدون اي تعبير هتلاقي فيه خطوط كده في وشك، ودي حاجه مش حلوه. يستحسن نبتدي بدري عشان ما نوصلش للمرحله دي. ده حقيقي فعلا. طيب احنا دلوقتي بنحقنها ليه بالتكنيك ده؟ التكنيك ده بيوصل للطبقه اللي انا محتاجاها في الجلد. اوكي. اما اجي اشتغل بتكنيك الكانيولا او بشتغل بتكنيك البوينتس، من خلال خبرتي لقيت ان لا، التكنيك ده افضل ريزلت، افضل نتائج. تمام كده؟ زي ما انتم شايفين الموضوع سهل، حسب قلم يا رانيا، حسب اي حاجه. هي رانيا مستسلمه تماما من كتر الفرحه، هي كانت عايزه تعملها، هي غششتنا الدكتور. مبسوطه بيها خالص. اكيد بقى هي معاكي اساسا في المكان، فهي شايفه النتيجه. الجميل في القصه من خلال شغلي لقيت الناس مبسوطه بايه بقى يا ميري؟ تقول لي دكتور انا لاحظت حاجه جدا جميله قوي. ايه اللي لاحظتيه؟ من بعد الحقنه دي، من بعد الحقنه ان انا فتحت وشي، لونه فتح. فدي كانت مهمه بالنسبه لي، بوينت جديده. يعني بوينت مش موجوده اصلا، يعني هي عشان الفيتامينز والامينو اسيدز اللي موجوده بتدي شويه نضاره وترطيب للايه، للجلد. ما هو احنا لو مجرد وشنا واحده يعني بيفتقد الكلام ده، اكيد بيبقى شاحب وفي غمقان كده غريب. حتى احنا طبعا اصلا لو حد عامل دايت شويه وعامله بطريقه غلط، بنقول له انت وشك مش طبيعي. فاحنا بنعمل ده كله، بندي طب جات لي فرصه والله، حاجه حلوه قوي قوي. الناس اللي عامله دايت تجري بسرعه تعمل الحقنه دي برضو؟ يا ريت. اللي هو انا الفكره كلها، انا مش هامله، يعني انا مش هامله. هي مش هتملى، اصل هما اللي عاملين دايت ميري، احنا شفنا فاكره الحالات اللي بتبقى عامله عمليات ومتهدله جدا. احنا نلحق على اساس انها بتعمل استيميوليشن، بتعمل تحفيز للكولاجين. فانت كل ما تحفزي مش هتلاقي كميه الكولاجين اللي راحت منك كتيره. انتوا خدتوا بالكم كده؟ طب احنا لو عملنا خد ممكن نشوف كده يا دكتور؟ احنا فاضل معانا 5 دقائق ماشي، بس متفضل. ايه رايك نشوف خد وخد؟ لا لا، انا عايزاكم تعملوا كلوز كده وتشوفوا لي الليفتنج وتشوفوا لي الشده اللي عشان حصلت. عشان نعمل كلوز خليها لازم تقعد عشان نشوف ال حاضر نشوف وشها. حاضر. انتوا عارفين انها بوينتس بسيطه، انت حاسه بقلم يا رانيا؟ خالص. اللي يهمنا هو القلم. زي ما انتوا شايفين كده، ولا قلم ولا مشاكل في الوش ولا اي حاجه، وحقنه نضاره تروحي تعمليها وترجعي وما تقوليش لاي حد عليها، محدش يعرف خالص. انا اللي بقول لك اهو، انا مجرد ما بتخرجي من عندي انت كانك ما حقنتيش اي حاجه خالص. استاذنكم بس ثانيه واحده، هنعمل بس مساج ليها بسيط خالص، وبعد كده نصور الايه الجزء ده. اوكي.
يعني احنا بعد ما بنحقن بنعمل مساج بسيط على البوينت اللي احنا اشتغلنا عليها، وبعد كده هنصور. دي بقى يا دكتور اللي بيعملوها الفنانين طبعا عشان كده تقوم من نومها كده تبقى وشها وتطلع مدر. على طول على 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 شغلها على اي حاجه. بصوا الفرق، انا عايزه تشوفوا الفرق. لا هو بصوا كسرة العين. اقعدي بقى عشان انا اللي شايفه الفرق، والفرق باين جدا. طيب نخلي وشنا نلفه شويه كده. لفي وشك. نلفه شويه كده الناحيه الثانيه سنه بس. ايوه بس شايفين كسرة العين دي؟ لا هو الفرق جميل جدا جدا. شايفين جدا. ده؟ شايفين أنا الجزء ده؟ مش عارفه ده؟ يا جماعه هو واضح، هو واضح زي ما واضح عندي ولا لا على الشاشه؟ حد يكلمني كده من كنترول يا جماعه. شايفين النضاره؟ شايفين الحمار بتاع الخد، نص الخد ونص الخد؟ والخد بقى وجلوينج فعلا، يعني تحسي كده ان هو مشدود وفي لمعه حلوه قوي. اظن الفرق واضح جدا. طب انت ثواني بس عشان رئيسة التحرير مريهان نبعت لها الف تحيه. قولي لنا انت، علقي لنا انت يا مريهان، انت شايفه زي ما انا شايفه جوه؟ يعني واضح على الشاشه؟ هنلف كده وشها يا دكتور عشان اشوف الفرق. بصوا يا جماعه الخد ده من ده. لف الناحيه الثانيه شويه. بصوا ده واضح جدا. بصوا بقى قوي. اديكم البوينتس اللي انا عايزه اوريها لكم انا كدكتور التجميل. احنا عملنا ايه؟ انا حطيت نون كروس لينكد هايلورونيك اسيد على اساس يشتغل يديني نضاره للجلد. اوريدي هو بينزل يعمل ترطيب للجلد. طيب افتحي عينك يا رانيا لفوق. زي ما انتم شايفين معايا حصل ليفتنج وقتي. شفتوا انتوا الليفتنج اللي حصل هنا؟ بصوا هنا الجزء بتاع الخد، بصوا كسره العين هنا. عايزه اوريكم بس البوينتس. انا ما كنتش فاكره ان هو ممكن يحصل كده. بصي بصي يا ميري، بصي يا ميري. طب نلحقها بسرعه دي يا دكتور؟ نلحق البوينت. نلحق نحقنها طبعا. نلحق عشان فاضل 3 دقائق او دقيقتين ونص كمان. اصل انا بصراحه يعني عجبني الموضوع قوي. سهل جدا. انا حبيت الموضوع قوي. سهل جدا والموضوع ما فيهوش اي مشكله خالص. طبيعي. طب قولي لي بقى يا دكتور. قولي يا ميري. اي سن ممكن يحقن الحقنه دي؟ طبعا اي سن. عشان كده انا بدات بيها في حلقاتي معاكم عشان اديكم الجزء اللي انتم مش عارفين مفتقدينه. مفتقدين ايه؟ مفتقده انت كبنوته، انا مفتقده النضاره وخايفه اروح لدكتور تجميل ابدا في الحاجات دي بدري. لا الحاجات دي ده الكولاجين موجود اوريدي تحت الجلد، احنا بننشطه. بننشطه بالظبط كده. لا هي مش تنشيط بس، لا انا شفت بعيني ده تنشيط شد الوش فيه لون البينك الحلو اللي احنا بنتمنى كده نبقى صاحيين حلوين. طبعا كلنا نتمنى اللون. طب ده طب قولي لي بقى بسرعه، طمني قلبي، بتقعد قد ايه؟ بتقعد قد ايه بالالوان دي؟ ست شهور بالحلاوه دي، مش الالوان دي بس، بالحلاوه دي. طبعا رانيا مبسوطه بس مش مبين اهي ضحكت. احنا كان المفروض نجيب رانيا المرايه يا جماعه عشان تتفرج عليها هي. طبعا احنا شغالين، احنا ما شاء الله ما متفرجه عندك في العيادات. امال هي كانت مصممه تعملها ليه؟ عشان اديهم بالظبط كده. هي كمان مصممه تحقن حقنه ثانيه، هحقنها لها برضو. حقنه ايه بقى ثانيه؟ هي عايزه تعمل شد للبشره عن طريق حقنه برضو حاجه يعني جديده. يعني انا ممكن اجي عندك العياده اعمل الحقنه دي وبعد اللي هي النضاره الاسبانيه وبعدين اعمل شد للبشره وانا كده هبقى زي القمر من غير اي حاجه؟ بالظبط خلاص. انت وبعدين كده ما عملتش حاجه زياده يعني احنا كل ما حطيتش حاجات غريبه يعني احنا كل مره دي فيتامينز يا دكتور دي فيتامينز. احنا كل مره يا ميري انا وانتي هنديهم معلومه جديده. المعلومه الجديده دي حاجه كده تقنيه حديثه هتحل لي مشاكل. البنات اللي كانوا عندهم مشكله في الـ في الـ في نضاره الجلد او السكارز الحفر بتاعت حبوب الشباب، نقدر نعمل لهم حاجه جديده كده نازله جديد حلو قوي. عشان للاسف الوقت خلص بس انا عايزه كلوز بس على الشكل كده. لا هي هتقعد بسرعه اهو. يلا يا رانيا. يلا يا رانيا هيورينا. اتفضل كده اقعدي يا رانيا بعد اذنك. يا رانيا انا عرفت انت. يا رانيا لئيمه. خدود بصوا مستوى الخدود بقى مختلف. يعني بقى لفي كده اللي هي الدكتور كانت بتشاور عليها اختفت اهي، اللي هي كانت تحت اللي هي كانت حفرات تحت. انا خدت بيج. بصي انا اصل انا صريحه يعني مش مفيش حاجه مش هشوفها ومش هتكلم فيها. بالظبط. ايه رايكم في الخدود؟ ايه رايكم في الشكل؟ تحفة. في الشيب تحفه. فرق جدا. هي وشها اكنها عملت فيلر. فيلر ملك. بالظبط. وعملت ليفتنج تحفه. خدودها مورده زي القمر اهي. ما شاء الله. ماشي يا رانيا. ماشي يا رانيا انا غيرت منك جدا. انا عايزه اقول لك ان انا سعيده جدا جدا برجوعك معايا انا حبيبتي والله. وانتي نورتيني. ربنا يخليك. وانتي من احب الناس على قلبي طبعا. وحبي
بصراحه حبيبتي يعني يا ميري. السنين حبيبتي اللي فاتت كلها ما ضاعتش عشان انت اصيله بجد. حبيبتي يا ميري نورتينا حبيبتي. يا دكتور مرسي. مرسي نورتينا يا رانيا يا قمر ويعني هتبقى معانا في حلقات ثانيه صح كده؟ ان شاء الله. طيب خلينا نشكر دكتوره هبه عادل استشاري الجلديه والتجميل والليزر صاحبه ومديره عيادات صبايا. بنشكر طبعا رانيا على وجودها معانا، وعايزه اقول لكم ما ننساش ان عيادات صبايا عامله عروض حلوه قوي بمناسبه راس السنه والسنه الجديده اللي داخله علينا. خليكم بقى معانا وهنرجع لكم مره ثانيه.